عاش طفولة صعبة، من عاشق أوضاع وفي غرفة ضيقة كان يتقاسمها مع أشقائه، من فصل من المدرسة في سن مبكرة وانضم إلى أكاديمية كرة القدم، من لم يكن يحصل على الألعاب وهو صغير اليوم يلعب بكرة القدم كيفما يريد، يصوبها، يضربها، يسجلها، يدونها أرقاماً لا تنتهي. بعد أن حصل على الكرة الذهبية مع المان يونايتد في 2008 وبعد أن فاز بدوري الأبطال في ذلك الوقت، اليوم يريد أن يعود لكل ذلك بقميص الريال. من قال عنه سير أليكس فيرغسون بأنه أعظم موهبة قام بتدريبها في تاريخه؟ انظروا، الشهادة تأتي من من؟ انظروا ماذا يقول السير أليكس فيرغسون. وسجل هدفين بيريتو وكريسمان. بالنسبة لسوسيداد، بنزيما استلام، بنزيما عرضها، يا سلام، كريستيانو يضرب، يا ربان استفزه بلاتر فقرر أن يعاقب الجميع. الكوماندور، القائد، السلاح، اللواء هو من يهاجم